سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنديرو 3 ديال البيتزات. لهاد البيتزات ان شاء الله اول حاجه غادي نبداو العجين. العجينه ديالنا شنو غنحتاجو؟ غادي نحتاجو الدقيق. الدقيق البنات انا كنستعمل هذا، يمكن لكم تستعملوا شي دقيق يكون ممتاز، المهم يكون رطب. عندي هنايا الزعتر، انا كيعجبني نديرو في العجين. عندي هنايا وعندي هنا كاس ديال الزيت والماء على حسب الخليط. نحتاجو معلقه كبيره ديال سنيده، شويه ديال الملح على حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. نحتاج ان شاء الله هنايا جوج ديال الزلايف كبار. نبداو على بركه الله. قلت لكم البنات اسمحوا لي قبيله ما قلت لكمش بالله، هذا الماء راه دافي، ضروري خصنا نستعملوه دافي. نبداو على بركه الله. اول حاجه درت هنايا كما قلت لكم جوج مع عفوا جوج زلايف ديال الدقيق. خديت هذا الزعتر وحكيته في يدي حتى ولا بحال هكا. دابا غنبداو على بركه الله. كنزيد الزيت البنات، الماء على حسب الخليط. نبقى نحاول نجمع العجينه ديالي ما تجيش مخوفه بزاف، شي غير باش يمكن لينا نطلقوها بالدلاك ولا المدلك. صافي البنات، من بعد ما دلكتها شي شويه ما نحتاجو لا عجان لا والو، غير بيديا دلكتها واحد شويه بحال هكا. المهم دابا غنخليوها ترتاح واحد شويه، تقريبا واحد ربع ساعه على ما نوجدوا لاصوص ولا شي حاجه. المهم نخليوها ترتاح واحد شويه. البنات ان شاء الله دابا غنبداو في لاصوص. لاصوص غنحتاجوا ليها بصله بحال هكا على هذا الحجم بحال هكا، وغادي نحتاجوا مطيشه. حكيتها في الحكاكه رقيقه. وغنحتاج هنايا معلقه كبيره ونص ديال معجون الطماطم. صافي غير الشيء اللي غنحتاجو في لاصوص. هذه هي طريقتي باش كنصاوبو الحكاكه رقيقه ديما البصله. صافي البنات، زدت هنا الزيت وشويه ديال الملحه، غنزيد شي شويه ديال الزعتر، وغندير شحال كيما قلت لكم. ومن بعد غادي نضيف مطيشه. صافي البنات، معايا البصله ديالنا تشحرات، غادي نزيد معاها هاد لاصوص. صافي نخلط كلشي. صافي نخليها نحركها شويه، تخلي تطبخ واحد شويه. صافي كتكون واجده لاصوص ديالنا. صافي البنات، لاصوص ديالنا من بعد ما كطيب كترجع على هذا الشكل بحال هكا. نوريكم بحالاش كتجي بحال هكا. باغا ندوزو للكروفيت. غادي ندير فيه شويه ديال الملحه، غندير فيه شويه ديال الزعتر غير بحال هكا، غير واحد شويه، غير واحد شويه بحال هكا. والملحه غير ما نكثرش، هي غير شي شويه نص ديال الكميه. صافي، وغادي ندير فوق البوطي غلي غير واحد شي شويه، المهم بحال تسلق واحد شويه ومن بعد نطلقها. بلات بالنسبه للكفته حتى هي سوطيتها بشويه ديال الزيت، خليتها حتى المهم كنحس بها طابت مع شويه الزويته. صافي عفوا، مع شويه المليحه والزويته حتى كنحس بها طابت. صافي غير بحال كنشحرها في هذا وكنحطها حتى هي على جنب. صافي دابا ان شاء الله غادي نبداو غنشوفوا العجين ديالنا. ها هو صافي البنات، العجينه ديالنا حنا قطعناها على 3 ديال الخبيزات كما قلنا، غندير 3 ديال البيتزات. المهم غنبداو على بركه الله، نحطها في الجنب هكا. غندير شويه ديال الدقيق هنا هكا، وغادي نبدا على بركه الله. غنطلقهم بالدلاك. السمك ديالها البنات ما تجيش غليظه، تجي مرقيقه مغليظه. وما نحاول اني نشكلها شكل دائري على حسب اللي طلع عندي.
ما كنتش شويه كنزل بسهوله يعني ما كنبقاش معها شي مشكل. صافي دابا غناخذها بحال هكا نديرها في اللاطه ديالي بحال هكا حتى الا ما كانت جات قد اللاطه بالضبط نحاول انين بيديا نقادها بالنسبه لهاد الجهه هذه هي عندي نقادها على اللاطه ديالي البنات من بعد غادي نديرها هكا الخشيطه نسحبها كامله باش ما تنفخش لينا الفران. صافي البنات دابا غندخلها للفران طيب واحد نص طيبه ضروري نحيدها وغادي ندير وحده اخرى انا كنصوبها. صافي البنات من بعد غنكمل على نفس الطريقه ونتلاقاو فاش يطيبوا ان شاء الله باش نعمروهم. صافي البنات من بعد ما كتوجد لنا كما قلت لكم كتجي هاد الخبيزه زوينه البنات كتجي مقرمله. انا ديما كنطيبها صراحه ما كنبغيش نخليها عجينه الا اللي كنديرو في المقله وديال المقله ان شاء الله تنديرو شي فيديو خاص كيفاش كندير الطريقه كيفاش كنديرها. المهم غادي ندير لاصوص على هكا البنات هادي درتها شويه صغيره الاخرين كبرتهم المهم على حسب الرغبه نتوما وشنو بغيتو. هذه شويه ديال البصله البنات كلشي هادشي شحرتو حتى البصله شحرتها بشويه ديال الزويته وشويه ديال الابزار والملحه وكذلك حتى هذه حتى الفلفله حتى هي كلشي كنشحرو واحد كندير ليه المهم نص طيبه حتى هي بشويه الزويته وشويه المليحه وشويه الابزار كنبقى نصوطيها المهم حتى كتشحر مزيان. عندي شويه ديال مطيشه هنا صغيوره ولا طوماط صغير هي انا قطعتها هكا صغيوره هذه ما شحرتها ما والو خليتها هكا. صافي البنات غادي نبدا نعمر على حسب الرغبه يمكن لكم ديروا صدر دجاج يمكن لكم ديروا الطون يمكن لكم اي حاجه نتوما شهوتكم فيها يمكن لكم ديروها واللي عندكم متوفر طبيعه الحال. صافي انا ندير هنا هذه البصيله ما كثرش بزاف غادي ندير الكروفيت هنا حتى هو شويه ربحوا شويه الوقت. صافي البنات المهم دابا غادي ندير الفرماج البنات غندير شويه ديال الزعتر هكا. صافي البنات دابا غادي ندخلها للفرن اللي غادي تطيب غنطلقها. كذلك البنات هذه درتها بالكفته غادي نعمرها بالكفته بحال هكا. المهم حتى الكفته قلت لكم قبيله بالله شحرتها البنات. البيتزا ديالنا من بعد ما كتوجد عطيكم واحد الطريف واخا راه بارده شويه البنات كيفاش كتجي البيتزا ديالنا من بعد ما كتوجد كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها البنات والعجينه ديالها كتجي مقرمله كتجي رائعه جدا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتوجدوها. اما بالنسبه ديال الكفته كتجي على هذا الشكل بحال هكا البنات هذه اللي كتعجبني انا كتجيني بحال هكا مقرمله كتجي رائعه. اوبس بقى سخونه البنات كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شوفوا السمك ديالها كيفاش كيجي كتعجبني هكا كتجي رقيق. البنات كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم
وانكم تجربوها. هذا ما كان البنات تالا الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، كنتمنى انكم تجربوا هذا. والسلام عليكم.